إلى صفحة سياسية، قدم رئيس حزب السلام من أجل الوطن محمد نور الظاهر حديثا صحفيا أعلن من خلاله الانطلاقة الرسمية لنشاطات حزبه. منذ الاستقلال شهدت البلاد صراعات وثورات داخلية جعلت البلاد تعيش حالة من الانقسامات والانشقاقات. الحروب الأهلية أصبحت البلاد عبارة عن سجن كبير سجنت فيه الحريات الأساسية وقيدت فيه حقوق الإنسان ومورس القمع والاضطهاد ضد المواطن التشادي. وبمجيء الحركة الوطنية للإنقاذ التي تلاها المؤتمر الوطني الجامع الذي انبثق عنه دستور عام 1996 الذي دعا للتعددية السياسية وتأسيسا على هذه الشرعية، نعلن عن هذا الكيان السياسي حزب السلام من أجل الوطن ليسهم في إثراء الحراك السياسي الوطني. نحن ندعم الموقف الرسمي لحكومة بلدنا في محاربة الإرهاب والتصدي له ونتمم دورها في ذلك، وندعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها ومساندتها ومدها بما يلزم في التخلص من الإرهاب وطرد الإرهابيين من المنطقة. كما ندعو الحكومة إلى بناء علاقات دولية متوازنة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل حفاظا على مصلحة الأمة التشادية بعيدا على الإملاءات والتدخلات الخارجية، ونسعى لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن والحفاظ على وحدة الأمة وسلامة التراب الوطني التشادي والدفاع عنه. فلا سلام بدون عدل ولا استقرار بدون سلام، والنهوض والرقي الاقتصادي والعلمي وتحقيق الرفاهية للمواطن. رأس الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطني إنقاذ بإقليم اللجون الغربي الانطلاقة الرسمية للحملة السياسية لمناضلي ومناضلات الحزب. بحر الدين عبد الشافي الدود. ضمن الأنشطة السياسية التي يمارسها مناضلو ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في المدن والقرى والمناطق الريفية، نظم أعضاء المكتب الإقليمي بمدينة مندو حاضرة إقليم لغون الغربي حملة توعية جماهيرية شملت جميع الطبقات السياسية والاجتماعية، وذلك بهدف تنفيذ البرامج السياسية للحزب والمبادرة في تكثيف حملات التوعية الإعلامية. هذا فإن البرنامج السياسي شارك فيه أعضاء المكتب التنفيذي وكذا مستشاري المجلس البلدي بإقليم لغون الغربي. الأمين العام الإقليمي قدم شكره لمناضلي الحزب على مساندتهم للرئيس المؤسس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وحثهم على الوحدة والترابط من أجل تحقيق البرنامج السياسي الذي حقق فيه الانتخابات الرئاسية الماضية، كما حثهم على رفع معنويات المناضلين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وللإشارة فإن البرنامج السياسي لحزب الحركة غطى كثيرا من مدن أقاليم البلاد،